أسمر، كم مرة قلت لك إن هالخرابيط ما بتنفعك؟ جاوب الكتبك ودرس. حياة أسمر روتينية، من البيت للمدرسة ومن المدرسة للبيت، يدرس طول اليوم ويحس نفسه دائما في ضغط، وفوق كل ذي ما عندي شيء يفرغ في طاقته السلبية أو يكون له مثابة المتنفس. درس عندنا بيتكلم عن الحملة الفرنسية. ابتداء من القرن ال17 بدأت الدولة العثمانية تضعف، وده شجع دول زي فرنسا إنها تجيب الحملة الفرنسية على مصر. الحين لازم أسوي الأسايمنت وأرس حق امتحان باكر. كنا الأسبوع الجاي تسليم البروجكت. السالفة نرحب فيكم اليوم في افتتاح المرسم. هالمكان مفتوح لكم عشان يحتضن مواهبكم وفنكم. بتحصلون كل اللي تحتاجونه من أدوات الرسم والورش والدورات اللي ترفع من مستواكم. لازم أنظم وقتي عشان أروح ورشة الرسم اليوم. لكن اليوم بعد ما عطى روحه فرصة ثانية في هواياته، صارت عنده طاقة أكبر للدراسة لأنه صار عنده هوايته صفي ذهنه من التفكير والضغط. تعرف على ربيع إداد يشاركونه حبه ويساعدونه، شارك في مسابقات كثيرة في الرسم وحصد الجوائز.